ويسرنا الآن أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف السيد أسامة بودير رئيس التنفيذي بشركة نقل وتجارة المواشي. مساك الله بخير أستاذ أسامة، وفي البداية ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة للمستهلكين طوال العام؟ يا هلا فيك ومساكم الله بالخير. مساك الله طبعا بالخير. أشكركم أول شيء على الاتصال هذا وعلى المداخلة، وأشكر مجهود وزارة الإعلام في نشر الوعي في الكويت، كما أشكر وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكل العاملين فيهم اللي قاعد يحاولون كل جهد لاحتواء هذا المرض وبعادة عنا جميعا. اللهم وطبعا هم ما أنسى وزارة التجارة ومعالي وزير التجارة والوكلاء المساعدين اللي قاعد يقومون بدور جبار عشان احتواء الأسعار وعدم ارتفاع الأسعار. بالنسبة للشركة احنا الحمد لله يعني تجهيزاتنا دائما موجودة، احنا عندنا كميات مخزون استراتيجي موجود عندنا في الكويت. طبعا كان في عندنا شحنه واصله الاسبوع الماضي، عندنا شحنه راح توصل ان شاء الله نهايه الاسبوع هذا، كما في جدولتنا عندنا شحنه في اول اسبوع من شهر 4، وفي عندنا شحنه قبل رمضان ان شاء الله. نعم طبعا الشيء هذا يمكن الدور الكبير اللي قاعد تقوم فيه الشركه هالايام هذه، انه كان في عندنا خطه طوارئ موضوعه من فتره طويله، انه لا قدر الله صار اي ظرف طارئ في الكويت شلون تتصرف الشركه وشنو الاجراءات اللي ممكن تاخذها. طبقناها من أول يوم أعلنت في الدولة أن من يوم الخميس إجازة تطبق الموضوع هذا. حاليا نحن نطلب من جميع الإخوان المستهلكين أن ما في نقص في الكويت، لحد يحاتي اللحوم موجودة سواء المذبوحة محليا أو المجمدة. طبعا اللي وقف عن الكويت اللي هو المبرد، بس إحنا غطيناه بكميات أكبر من الكميات الموجودة الحية الموجودة عندنا. ونحاول دائما أن نخلي الناس ما تروح الأفرع، مع انها فاتحه فرعنا، بس احنا نحاول ان زدنا عدد الاسطول اللي موجود شغال على خدمه المنازل، يقدرون يطلبون اي طلب يحتاجونه عن طريق خدمه توصيل المنازل على رقمنا 1-48-22 او تطبيق المواشي. وفيه المنتجات كامله من الاغنام النعيمي العربي او الاسترالي او الابقار المذبوحه محليا او اللحوم المجمده او البرجر والمفروم والمرتدلات، كل انواع منتجات الشركه موجوده في تطبيقها او عن طريق الكول سنتر، يوصل لك لباب بيتك. وايضا نطلب منهم ان يتساعدون ويانا ان نحاول كثر ما نقدر نتقيد في الطلبات او الارشادات اللي موجوده في الدوله، ان ما يكون في اي تعامل بالاوراق النقديه، يقدرون يتعاملون عن طريق الكينت او ان نبعث لهم رابط يقدرون يدفعون عن طريقه. جميل. طبعا بصفتك الرئيس التنفيذي بشركه نقل وتجاره المواشي استاذ اسامه، بارك الله فيكم في عمليه التطمين، ولكن هل تغطي الشركه احتياجات السوق بالكويت بالكامل؟ في الوضع الحالي نعم، الكميات الموجوده والمتوفره ان شاء الله احنا مغطين السوق كامل، حتى بانقطاع الكميات اللي قاعد تجي من الدول المجاوره بعد تسكير الحدود او بسبب تفشي الامراض عندهم. الكميات اللي مجدوله واللي موجوده كافيه وزايده عن احتياج السوق المحلي، وتكفينا ان شاء الله لشهر 6 مرتاحين بدون اي مشاكل بالمره. الحمد لله. نعم، طبعا هذا الموضوع خاص بالاستعدادات وطبعا التغطيه، ولكن اذا احتجتوا الامور طيبه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذه تطمينات على الهواء. لا، واحنا بعد زياده على هذه احنا قاعد نتكلم ويا بعض الموردين، لا قدر الله احتجنا كميات اضافيه لتغطيه السوق نقدر نجيبها عن طريق طيارات الشحن بكميات مهوله، نقدر نغطي الكويت وزياده ان شاء الله. نعم، هذا يقودني الى سؤال، كم عدد دروس الغنم اللي تقوم الشركه باستيرادها طوال العام؟ احنا تقريبا نستورد طول السنه بين 550 الى 600 الف راس. السنة هذه مع جدولتنا لأن في مصادر بديلة غير استراليا حاليا في جنوب أفريقيا، إن شاء الله راح تكون الكميات السنة هذه ما تقارب 750 ألف راس لوارد الكويت، وهذا يتوقع كافية وزايد على السوق المحلي. نعم، أنتم تقدمون أنواع اللحوم لجميع المستهلكين، ولكن من أي دول؟ يعني أنت ذكرت جنوب أفريقيا حاليا. نعم، احنا عندنا حاليا اللي موجود عند المتوفر في الشركة الاسترالي اللي هو ذبح الكويت، الجنوب الافريقي ان شاء الله في اول اسبوع من شهر 4 راح يكون متوفر، في عندنا الابقار الاستراليه ذبح الكويت، في عندنا المجمد من نيوزيلندا من الباراغواي، في عندنا جبنا كميات بالطائره عن طريق دول مثل قرقستان مثل اذربيجان، فاحنا قاعد نحاول ننوع المصادر عشان تكون عندنا لا قدر الله صار اي ظرف باي دوله اللي يكون في عندنا البدائل المتاحه. نعم.
طبعا الظروف والأزمات تكثر فيها تجار الأزمات. نعم. وزارة التجارة الله يجزاهم خير متابعين دائما لمثل هذه الأمور الأسعار وغيرها، ولكن قطاع التسويق والمبيعات المحلية بالشركة مسؤول أيضا عن متابعة أسعار المنتجات لقنوات البيع غير مباشرة واللي تشمل جميع منتجات اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بالجملة وبالتجزئة في دولة الكويت. هل هناك أيضا متابعة دقيقة لمثل هذه المواضيع؟ احنا عندنا تقرير شهري ونزود في وزارة التجارة، والاخوان في وزارة التجارة متابعين معانا الاسعار. يمكن الوكيل المساعد لقطاع حماية المستهلك على اتصال دائم معاي، واحنا نبلغ كل التفاصيل اللي قاعد تصير، حتى رفعت الاسعار اللي قاعد تصير او اسبابها، هل هي منطقية غير منطقية بسبب الواردات اللي قاعد تجي من برا. قاعد نعطيهم نبذة كاملة وهم متابعين شخص يعني كقطاع حماية المستهلك متابعة حثيثة على الموضوع هذا. نعم. أستاذ أسامة، إحنا الآن موضوع المنطقية والغير منطقية لازم تكون متابعة يعني حريصة على هذا الجانب، لأن إحنا الآن سوق أزمة نعيش، فلذلك يجب أن تكون نفس الأسعار مثبتة ومتابعة من قبلكم ومن قبل وزارة التجارة بارك الله فيهم. احنا يعني مثل ما ذكرت لك، احنا يمكن احنا ليس احنا جهه رقابيه، بس احنا نبلغهم بالتطورات اللي تصير، والحمد لله يعني تفاعلهم سريع جدا وقاعد يحكمون الاسعار. احنا من جهه الشركه الاسعار ثابته ما راح تتغير خلال الفتره القادمه، بغض النظر عن ارتفاع الاسعار في الخارج، احنا راح نتحمل المسؤوليه الاجتماعيه ونحافظ على اسعارنا. وخدمه المنازل جاهزه ما شاء الله بعدد كبير اسطول. احنا خدمه المنازل يعني حسينا ان الايام اللي طافت الناس صار الطلب زايد، والناس كانت حاتي انه ما في صحيح. كميات، وبدينا نطمن الجميع حتى لما يتصلون زبائننا اللي متعودين او الزبائن اللي قاعد يكلموننا، قاعد نطمنهم ونعطيهم كميات، واي كميه يطلبها يعني نوفر له اياها بدون اي تاخير، وحتى جدولتنا يعني ما قاعد تاخر عن بالكثير 48 ساعه تكون واصلت لك. الله يعطيكم الصحه والعافيه. هذه فرصه استاذ اسامه عبر البرنامج، يعني عندك رساله حاب توصلها للمستهلك الكريم؟ بس انا مثل ما ذكرت في البدايه ان نحاول كثر ما نقدر ان ما نروح الافرع عشان ما يصير في تجمعات ولا يصير في اي اماكن تكون التعامل في الاوراق النقديه، نحاول كثر ما نقدر نقنن عشان نحمي ديرتنا ونحمي اهلنا ونحمي ربعنا كلهم. فاحنا نتمنى ان اي شيء يحتاجونه سواء عن طريق التطبيق او عن طريق الكول سنتر يفضل ان يطبقون عن طريق هذه، لان هذه اسهل طريقه وامن طريقه لهم قبل كلنا احنا. الله يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيكم يعني على هذه المعلومات وهذه التطمينات الخاصة من شركة نقل وتجارة المواشي، وكل الشكر والتقدير للأستاذ أسامة بودي رئيس التنفيذي لها، بارك الله فيكم من خلال طبعا التطبيق وخدمة المنازل وتوسعة هذه الخدمة لتشمل الجميع.